السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نتحول إلى ترودانت مع أخينا السي إبراهيم. ألو، السلام عليكم. سلام الله. فكدار عن ملحظ مبروك هذا الذكرى. حياك الله مولاي. أكرمك الله السي إبراهيم. هذه المرة هذه كانت تصل بكم وكانت تفرقكم على هذا البرنامج. حفظك الله ورعاك. تفرقكم أسيدي، احنا من المتتبعين هذا البرنامج ديالكم، كانت تفرقكم جديد الشكر. أكرمك الله مولاي. غنسولك عن ملحظ حال دابا في الدوار، الناس كيف باكلوا في المجلس وخويا ياكلوا في واش مزيان وكلوا فيه ولا لا؟ اش كياكلوا؟ لا كان باكروا في المسجد، كيف جمعوا الناس كيف باكروا في أيه؟ المسجد وإن كياكلوا ما كيديروا الطعام وكياكلوا في واش مزيان وكلوا في المسجد ولا لا؟ في هذه المناسبة ديال الذكرى. لا غير في هذه المناسبة ديال الذكرى ديال المولد. نعم جميل، راه الغاية أن المساجد النبوية الشريفة كانت هكذا. المسجد النبوي الشريف في أول عهده كان هناك الصفة، مكان ظليل بالقرب من المسجد النبوي الشريف، كيتجمعوا الصحابة وكيكون الطعام، والغاية هو الاجتماع، لأن المسجد لم يكن يصلى فيه الصلاة ثم يغلق الأبواب. لم يكن هكذا المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدارس للتعليم، وكانت محاكم للنزاعات لفض النزاعات، وكانت عبارة عن مكان لعقد عقود الزواج والقران، وكانت أماكن لصلح المتخاصمين، وكانت أيضا أماكن لاستقبال الضيوف. فالمساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها أدوار عظيمة وجليلة. في هذه المناسبة كنلقاو بعض الأقاليم المغربية اللي عندهم تقاليد رفيعة وأصيلة، في هذه المناسبة كيجيبوا الطعام المسجد وكيجتمعوا العائلة كلها، اللي كانوا مخاصمين كيتصالحوا، واللي ما تشافوش من قبل كيتشافوا، وكتكون رحمة وفرحة وسرور. فهو أمر جائز بل محبب ومستحب. الله يتقبل من الناس المشرفين على هذا الأمر البديع. حفظك الله أخي الكريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.